بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله. من الاعتداء في الدعاء. من هنا كان متأكدا نعم على كل مسلم أن يكون على حذر بالغ وحيطة كاملة للاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه والبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة. والاعتداء مشتق من العدوان وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. أي أن لا تتجاوزوها. أي أن ما فصله الله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعديه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمة المتبعة. ثم كيف يؤمل في الإجابة ويطمع في القبول من يتجاوز بدعائه ضوابط الشريعة ويتعدى حدودها المقررة؟ فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه، فكيف يأمل صاحبه أن يستجاب منه ويقبل؟ ولذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. ولذلك قال ربنا عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم، لكن هناك: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وكلاهما في سورة الأعراف، فكيف نضبط المتشابه؟ أن خفية في الآية تسبق خيفة التي في آخر سورة الأعراف، وعليه فإن حرف الفاء يسبق حرف الياء. هذه تسمى قاعدة الترتيب الهجائي في ضبط المتشابه. قاعدة الترتيب الهجائي في ضبط المتشابه. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وتكلمنا وبسطنا القول فيها، فإذا كان الله عز وجل لا يحب المعتدين فإذا لن يستجيب لهم دعاءهم. وهذا يأتي صنوان مع حديث أبي هريرة عند مسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا أيضا يدخل في أسباب موانع إجابة الدعاء. إن الذي ذكر في حديث أبي هريرة هو بعض أسباب موانع إجابة الدعاء وليس كلها. ولذلك ممكن الطالب العلم يبدأ يجمع مادة كاملة في أسباب موانع إجابة الدعاء، يأخذها من القرآن ويأخذها من سنة العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالاعتداء في الدعاء من أحد أسباب موانع الدعاء، ويدخل في الاعتداء في الدعاء كما قلنا ما يكون اعتداء مباشرا أو غير مباشر. فمن الاعتداء الغير المباشر هو الألفاظ المخالفة، ومن الاعتداء الغير مباشر هو الاستعجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجاب لأحدكم ما لم يعجل. إذن العجلة في الإجابة من أسباب موانع موانع الإجابة. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. ولذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تعجلت أو تأجلت، هذا ليس من شأنك أخي الحبيب. أنت المطلوب منك كما قال ذلك الأعرابي: أعبده كما أمرني فيرزقني كما وعدني. ثم تلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قراءة يعقوب وصن وقفا: ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أو قال أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلاص، فأعبده كما أمرني فيرزقني كما وعدني. هذا هو الذي ينبغي للمسلم
أن يكون فيه أيها الكرام الفضلاء. فلا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء لا اعتداء لفظيا ولا اعتداء عمليا بمخالفة سنن الدعاء والاستعجال فيه. نعم. والاعتداء في الدعاء يتناول أمورا عديدة متفاوتة في الخطورة والبعد عن الحق والاعتدال. إلا أن ولكن دائما لما نقرر الضابط والقاعدة نبني عليها فروعها، فقلنا الأصل في الاعتداء هو تجاوز المشروع، هذا هو. فكل ما كان فيه تجاوز للمشروع في الدعاء هو يعتبر إيش؟ اعتداء في الدعاء، كائنا من كان من صدر منه هذا ليش التجاوز. والمسلم ينبغي أن يناصح لإخوانه من طلبة العلم، من الأئمة، من الوعاظ، من خطباء المسجد، من الذين يصلون بالناس، يذهب ويناصح في الله عز وجل بأدب وبرفق، يؤدي ما هو أمر به، الدين النصيحة. يقول الشيخ بن عثيمين: هذا أسلوب حصر وقصر حذف فيه معموله وصرح بعامله، تقديره ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. جملة مستثناة، جملة مستثناة سالبة ناقصة، فلما تحذف منها الماء وإلا أداة الاستثناء يصبح الجملة الدين النصيحة. هذا يسمى أسلوب الحصر والقصر، هو النفي مع الاستثناء. نعم. إلا أن أشد الاعتداء خطرا وأعظمه ضررا على صاحبه دعاء غير الله تعالى. هذا من أشد أنواع الاعتداء، هو الشرك بالله عز وجل في الدعاء، الشرك بالله عز وجل في الدعاء، أن يذهب فيدعو عيدروسا أو عطاسا أو مرسيا، أو يدعو صاحب قبر أو صاحب حجر أو صاحب ضريح، أو يدعو نجما أو شمسا أو قمرا، هذا من أعظم الاعتداء في الدعاء. ولذلك تأمل في قول ربنا عز وجل في سورة الغافر، قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظر ما أجمل هذا القرآن، أنه يؤتى بلفظ الإخلاص والتوحيد في آية الدعاء. تأمل. وقال ربكم، طبعا كلمة قال دلالة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. نرد هنا على المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية وكل أهل البدع في العقيدة. وقال، ما معنى قال؟ أن القرآن قول وليس مخلوقا. وقال ربكم، ما قال وقال إلهكم، ليدل على ذلك أن الدعاء هذا من توحيد الإلهية وتوحيد أيضا الربوبية، ويدخل فيه الجميع. عليكم السلام. النصراني بيدعو، واليهودي بيدعو، والمسلم بيدعو، كلهم يدعون من؟ يدعون ربهم تبارك وتعالى، لكن من الذي يجاب له؟ من أخلص التوحيد. قال ربكم ادعوني وحدوني. والدعاء نوعان: دعاء المسألة وهو بجلب النفع ودفع ورفع الضر، ودعاء العبادة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هو الصلاة والصيام، كل هذا دعاء يسمى دعاء إيش؟ إيه؟ قال ربكم ادعوني. هنا هذه نون الوقاية اللي دخلت في النص، هذه ادعو عو، الواو هذه فاعل، والياء مفعول به، والنون هذه نون الوقاية حتى يحدث كسر للإيش؟ للفعل في آخره. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذه تسمى، هذه جملة نقول القول وجملة جواب القول بالجزم، استجب لكم، الجار والمجرور. ثم تأتي جملة بعد ذلك، جملة اسمية كاملة بإن، التي هي حرف ناسخ، إن الذين واسمها يستكبرون عن عبادتي، هذا هو فعلها يستكبرون. ولذلك الإبليس عياذا بالله كان من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. وإذ قال ربك للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن الإباء والاستكبار هو نوع من أنواع الشرك والكفر بالله تبارك
تبارك وتعالى الذين يستكبرون عن عبادتي. هنا وجه الدلالة أن الله هنا جعل الدعاء ماذا؟ عبادة. والعبادة لابد فيها من أمرين مهمين: الإخلاص والمتابعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنن: الدعاء مخ العبادة. هذا ضعيف. الصحيح الدعاء هو العبادة، توحيد. فإن خالفك التوحيد في الدعاء فلا تؤمل إجابة للدعاء. إذا خالفك التوحيد في الدعاء فلا تؤملن إجابة من فاطر الأرض والسماء. خلاص، يعني هذا أول شرط. وما أمروا إلا ليعبدوا، ما احنا قلنا الدعاء عبادة وربنا قال الدعاء عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يبقى لازم توحد، لازم توحد لكي تؤمل إجابة من الله تبارك وتعالى. ما في توحيد لن تؤمل إجابة من الله تبارك وتعالى، ولا ترجوها ولا تنتظر لها. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، إن ذلك أعظم الدعوان وأقبح الذل والهوان. إذ كيف يتوجه المخلوق بدعائه ورجائه وذله وخضوعه. لذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ومن أعظم آيات المنهج في القرآن، آيات التوحيد في المنهج الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، وفي قراءة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في دين الصوف والقبور والأهل البدع، ويدعو وبإخلاص وعند القبر وعند الضريح يقول لك: يا أخي أنا على خير، أنا على صلاح، أنا على صواب. الجهمية لما فعلوا ما فعلوا يظن أنهم على صواب، يحسبون أنهم على سنن، وحتى الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور يحسبون أنهم على سنن. لكن هنا الميزان: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يقول سهل التستري رحمه الله: الدنيا كلها وبال إلا لمن عالم فيها، والعمل كله سفال إلا لمن، والعلم كله سفال إلا لمن عمل به، والعمل كله هباء إلا لمن أخلص فيه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإخلاص أنت منه على وجل، أيقبل منك أم لا. هذا لازم تنتبه لمثلها. نعم، كيف توجه المخلوق بدعائه ورجائه وذله وخضوعه إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يخفض. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هو أولى أن يخرج نفسه من الحفرة التي هو موجود فيها إيش الآن. نعم، يدعو من بيده أزمة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فل يستجيب لكم. هذا يسمى استفهام استنكاري تقريري، حتى ما يطلع لك واحد يقول لك شوف اخي رب، بيقول لك يا اخي ادعوهم، ربنا بيقول ادعوه في الآية بيقول ادعوهم. نقول هذا من باب ايش؟ هذا من باب الإنكار، هذا من باب الإنكار عليهم والتحدي لهم. يعني ادعوهم حد يعطوكم شيء؟ مثاله: فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر. هل هذا الله عز وجل يعني بكيفكم خذوا راحتكم اللي يبغى يؤمن يؤمن؟ لا، إنما هذا من باب أن الله عز وجل يحذرهم ويتوعدهم تبارك وتعالى. نعم، كقائل يقول لابنه المخطئ عليكم السلام: ذاكر ولا ما ذاكر؟ هل معنى هذا أنه يريد له أنه يقول لما ذاكر؟ لا، إنما هو يتوعده في مثل هذا. نعم، ويدعو من بيده يعني عزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. دقيقة، إيش يدعو؟ لا، يدعو ويدعو. لا يا شيخ، نقرأ كده الجملة كلها. وكيف يتوجه المخلوق بدعائه ورجائه وذله هنا يبقى نعم، ويدعو أن يتركه. نعم، ايوه، من بيده عزمة. هذا طبعا يسمونه يا اخواني، طبعا سبحان الله، هي الكلمه الان احنا عندنا شيء في اللغه اسمه في علم البديع
البلاغة هي علم المعاني والبيان والبديع. تجمعها في كلمة مبدع، علم المعاني والبيان والبديع. أركان البلاغة الثلاثة، البلاغة أركانها ثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. تجمعها في كلمة مبدع. فهذا منها يسمى الجناس. وما هو الجناس؟ هو تطابق الكلمتين، تطابق الكلمتين في حروفها وتختلف في معانيها. إيش معنى هالكلام؟ يقول لك عندك أربعة أركان. الجناس نوعان: جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام إذا اتفقت الكلمة في عدد الحروف وترتيبها وهيئتها وحركاتها، إذا حصل اتفاق في الأربع أشياء هذه يسمى الجناس تاماً متطابقاً. إذا اختلف في واحدة من هذه يسمى الجناس إيش؟ ناقص. يسمى الجناس جناس ناقص. مثاله مثلاً لما يقول القائل، لما تأتي في لفظة مثلاً قال: مر بي ظبي هائماً فقلت: أأخو ليلى؟ قال: يقال. ركزوا معي: مر بي ظبي هائما فقلت: أأخو ليلى؟ طبعا هذا البيت فقط لقيس بن الملوح، اللي لوح نفسه وضيع نفسه، عاش في عهد الدولة الأموية وكان هائما مجنون ليلى، نسأل الله السلامة والعافية. الله لا يجننا في مثل هالجنون والعياذ بالله، الله يعافينا وياه. لكن هذه سبحان الله يعني 65 هجرية، يعني في القرن الأول المفضل، سبحان الله، وما لك أي قدم فيهم في الدين، بس جاري وراء. حتى لما شوف ظبي معدي يقول: أنت خليلة، شوف الجنان وصل لفين، أنت خليلة. صلى الله السلامة والعافية، الله يعافينا وإياكم، الله يعافينا وإياكم يا أخوان. قال: يقال. ركزوا معي الآن في كلمة يقال هذه، ها؟ نعم. فقلت: أفي وادي الأراك والعضى يستظل ويقال؟ قال: يقال. ما أنتم الآن؟ قلت: أفي وادي الأراك والعضى يستظل ويقال؟ قال: يقال. قلت: يقال في أرضكم من جنى ذنبا؟ قال: يقال. كل هذه يقال. الآن عندنا عدد الحروف كلها كم؟ أربعة. ترتيبها: ياء مثنى تحتانية قاف مثنى فوقانية ألف لام. هيئتها كلها بنفس الهيئة. حركاتها كلها بنفس الحركات. هذا اسمه جناس إيش؟ جناس كامل مطابق، لكن المعنى مختلف، المعنى مختلف. قلت: يقال من القول. انت قال له خليلة، قال: يقال. يقولون. طيب: أفي وادي الأراك والعضى يستظل ويقال؟ قال: يقال. ده من القيلولة، هذا من القيلولة، ها. قلت: يقال المستجير في أرضكم إذا جنى ذنبا؟ قال: يقال. من الإقالة والتغاضي وغض الطرف. شفتم الآن هذا اسمه إيش؟ هذا الجناس، هذا الجناس. الكلمة هي هي، لكن المعنى ماذا به؟ المعنى هنا، المعنى هنا مختلف. وقال: يقال. تفضل. وهو يأمل أن يستجاب له وقد له قد بلغ النهاية في الضلال، ولم يحصل من ذلك إلا على الخيبة والحرمان والذلة والذل والخسران في الدنيا والآخرة. ومن أضل طبعا هناك في شيء اسمه السجع أيضا كذلك في هذا اللي هو من علم البديع في البلاغة، اللي هو السجع، سبحان الله، اللي هو اتفاق نهاية الشطر. وهناك بيت من العرب يقرأ من اليسار من الشمال ويقرأ من اليمين: مودته تدوم لكل هول. وهل كل مودته تدوم؟ لو كتبت هذا البيت تقرأه
تقرأ من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين رايح جاي يعني، زي في نوع جلابيب عند بعض الناس اللي يحط الجيب هنا ويحطه في الخلف عشان ما كيفما لبسته يسموه جلابيه رايح جاي، خلاص انت مستعجل ولبست ما شيء خلاص. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ تقراها من الشمال تقراها من اليمين. تفضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.